كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يا حبيبي، محمد كان بيكره القتال، كان بس يحب النكاح، بس كان يباشر زوجاتهم وهم حائض، على قول أم المؤمنين عائشة، الذي الحميراء اللي تأخذون نصف دينكم منها. يقول لي كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم حمير، الله هو اللي يعرف. طيب حلو، الله مشيئته يقتل بالعقل وبالمنطق. هل عمرك بحياتك أخوي المسلم شفت في أب، على فكرة رتد المخرجة طلع لنا تليفون الواتساب علشان المسلمين، لو كان بيهم شخص شجاع، شخص واحد شجاع بشيوخهم، بشيوخهم باللي يطلع يقعد فاتح له قناة على اليوتيوب أو على القنوات الفضائية شاطرين يتكلمون عن الحوريات والنكاح، خلي يجون يناقشونا بهذه آيات، الآيات الشيطانية، الآيات الشيطانية القرآنية، هذا خلي يجون يناقشونا. عابوا القريشيين لقريشة، على فكرة كل الكلمات هي ليست عربية، إلها مدلول باللغة السريانية الآرامية، سميها ما شئت. يسألوك عن الشهر الحرام، قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. والفتنة مرة ثانية، الفتنة هي حجة يتلزق بها المسلم. إن أنت ساكت يقول لك شكو ساكت، إن تكلمت شنو قصدك، وإن ما حكيت كل شيء أنت ليش ما تتكلم، ما عاجبك شو تريد، واحد يتبلى عليك يرمي بلاء عليك. أنت تكلمت اضطهدك، إن سكتت اضطهدك، إن ضحكت اضطهدك، إن بكيت اضطهدك. ليش؟ لأن ابن شيطان. كل مسلم يقتدي بالقرآن هو ابن للشيطان، لأن تعاليم القرآن شيطانية. لا يوجد أب، لا يوجد أب على وجه الخليقة يأخذ قسم من أولاده ويقولهم روحوا قتلوا إخوانكم الآخرين، لا يوجد. فقط إله الإسلام، فقط إله الإسلام. يعني يدعو ربع أولاده، واحد عنده 20 ولد يبعث على 5 على جنب يقولهم تعالوا، أي أخ من إخوانكم يزني اقتلوه، أي أخ من إخوانكم ما يقبل على أنه أنتوا أشرار وعصابة أشرار، ما يقبل على مبادئكم اقتلوه، اقتلوا اللي يزني، اقتلوا اللي يشرب خمر، اقتلوا اللي عنده شذوذ جنسي. وبعد ما تقتلوهم أنا ورا البيت مهيئ لكم مكان، خيام فيها درر مكنونة وقنفات، ما العرب ما كان عندهم قنفات، تتكئون على وسائد وعلى أرائك، يعني حلم العربي يقعد على أريكة، على قنفة، على صوفة، ما أعرف حسب كل ثقافة من ثقافات العرب بحسب لهجتها، على الكنبة. يعني أنا ما أعرف، يعني هذه جنة الله الكنبات يعني، وفيها لبن وعسل، ده أنا أروح أي محل سيفوي ولا أي محل يبيع مستلزمات للبيت غذائية ألاقي أطيب، فلاقي جبن كيري، ألاقي مارتديلا، ألاقي أشياء أطيب من ما قالوا القرآن في الجنة. وحور عين وولدان مخلدون لا ينزفون. ويجي المسلم بكل بلاده يصدق هذا الكلام. المهم القريشيين عابوا على محمد انه هو يقاتل حتى يعني يهجم على القوافل وينهب، لانه هو كان صعلوك ينهب القوافل، فهم كانوا عابوا عليه انه يعني حتى الاشهر الحرم اللي بيها موسم الحاج والتجاره وال يعني كيف، في يعني يقول لك يسألونك عن الشهر الحرام قتال، قل قتال فيه كبير وصد عن السبيل، أوكي، عن سبيل الله، أي باخ، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تهديد بتهديد من شخص ما عنده شيء غير أن يقول لك لما تموت. طب أنا إيش دراني اليوم؟ أنا اليوم على الأرض إيش دراني؟ ما هذا السؤال اللي سألوه بني إسرائيل لموسى، قالوا له منين نعرف أنه الله كلمك؟ قال لهم أوكي، شنو أصعب الأمراض اللي ما بها شفاء في وقت موسى؟ قالوا له البرص. قالوا له البرص. مد إيده موسى بعبو طلعها برصاء بيضاء. انذهلوا أنه هذا مرض يعني خطير. مد إيده بعبو طلعها لقاها سليمة. رمى العصا بتاعته صارت حية. وهكذا صدق بني إسرائيل بموسى، لأن موسى عندهم واحد إسرائيلي يهودي عاش في قصر فرعون 40 سنة، وكان المفروض يصير هو الحاكم، يصير هو فرعون، لأنه التبني مثل الولادة وأقوى، التبني مثل الولادة وأقوى. فبالتالي كان المفروض موسى يصير فرعون، لكن لأنه قتل المصري، قتل شخص فرعوني أو مصري يعني مو يهودي، لأنه دا يدافع عن اليهودي، واضطر يهرب لأنه بحسب القانون الفرعوني كان يجب أن يتحاسب. فبالتالي يعني من وين جبتوا يا مسلمين آمين، من وين جبتوا إنه إحنا ما نعتدي على أحد؟ شلون أنتم ما تعتدون على أحد؟ أنا أريد أعرف أحد من المسلمين من البداية معركة بدر، ولو هاي معركة بدر فتشي مضحك يعني، عندنا حلقة خاصة راح تشوفوها إن شاء الله ببرنامج حقائق صادمة، راح تشوفون الكذب اللي تم تأليفه بمعركة بدر، وهي مجرد طوشة بين عشيرتين. بس منو اللي سبب المعركة؟ مو محمد راح يغزو قافلة، راد يغزو على قافلة يسرقها والقافلة سلمت والقريشين قالوا هذا ما راح يخلينا نشتغل، شلون نعيش يعني؟ واحد صعلوك بالصحراء شغله يقتل الناس وياخذ ارزاقهم، يقتل الرجال ياخذ نسوانهم ينكحها، يبيع الاطفال يشتري بها سلاح، ينطي الصعاليك سلاح ونسوان وش اسمه